الله الرحمن الرحيم. طريق الخير أوله بر ونهايته فرحة، وفي وسط الطريق بنقابل ناس كتير، ويا رب نكون إحنا وكل اللي بيشوفونا سبب في جبر خاطرهم وإدخال السرور على قلبهم. الأم عمود كل بيت، والعمود ده لازم له قوة وصلابة عشان يستحمل شيلته، لأنه لو وقع في يوم من الأيام البيت كله هيقع. والعطاء من أعظم صفات الأمومة، حتى لو كانت الأب ما تملكش من الدنيا شيء، بتلاقيها تشيل اللقمة من بقها وتديها لعيالها. مجرد إنها تشوفهم كويسين وبخير، ده بالنسبة لها الدنيا وما فيها، لأنها ببساطة دي مشاعر فطرية ربنا فطرها عليها، مشاعر سليمة وصادقة. لمسنا وإحنا بنسجل مع بطلة حلقتنا النهاردة الست سعودات، ست طيبة وعندها يقين بقضاء ربنا سبحانه وتعالى في كل أمور حياتنا. ربنا رزقها بخمس أطفال، وجوزها عامل بسيط بيشتغل يوم وعشرة لأ، وحمل العيال كبير والشيلة تقيلة عليها قوي، بس كل ده هي تقدر تستحمله. إنما ما تقدرش تستحمل الرعب اللي بتحسه على عيالها وهم عايشين في الطل كده وخايفين من أي حاجة تنزل عليهم من السقف. في حاجات بتدخل عليهم البيت، يعني أحيانا بيبقى ملهاش مسمى، مش عارفة ده إيه، يعني إيه النوع ده اللي دخل عليهم. الست بدل ما بتدخل تنام عادي وترتاح في نومتها زي أي واحدة، لأ، دي بتنام وهي ماسكة في إيديها عصاية يوميا، في إيديها عصاية وهي داخلة تنام عشان أي حاجة تدخل البيت تجري وراها. أنا هنا قاعدة بقالي 35 سنة، ونفسي في بيتي تعملوا لولادي وعايزة إن شاء الله ربنا يصلح حالكم وتعملوا لنا بيت حلو ونظيف. أنا معايا جوزي، وجوزي على باب الله، يعني شغال أرزاقي، يعني مش يعني كده شغال كده أرزاقي ورجله وجعاه وقاعدين في البيت ده لنا 35 سنة. أيوة فلاح وزرعنا عند الجمال، وقاعدين قاعدين عندهم دول، مدخلين لأمية والنور من عندهم، يعني بيجيب ال50 جنيه، بجيب منها قوطة، بجيب منها طلبات للبيت، عشان الأمية من عند الجماعة اللي عندنا دولة اللي مقعدينا، والنور من عندهم، وبتبقى يعني نايمة مش بتبقى خايفة، بتبقى الوغش فوقنا نبقى خايفين من ما نقول، وكل شيء نقول الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على ما فيش حاجة، يعني راضية والحمد لله. لا، أما رضيع الأيتام دولة مثلا، بتبقى أختي جنبي، يعني اولادي انا صغيرين، يعني جوزي مش متوفي، انا جوزي معايا، بس احنا يعني زي ما انت شايف حالتنا، يعني بنجيب بها على قدها، في ناس ولاد حلال بيجي يفزعونا، يعني شغالين بها، ببقى متاثره وزعلانه صراحه، بس الواحد بيقول الحمد لله رب العالمين، راضيه، اللهم احترض على امره، راضيه باللي اعطيه لربنا، عايشه والحمد لله. اللي يسمع سعودات وهي بتقول عايشة والحمد لله هيعرف معنى الصبر، وبإذن الله الصبر ده يكون هو مفتاح الفرج. الست بقى لها 35 سنة في البيت، وكفاية عليها خلاص بقى، يعني وجع وبهدلة لحد كده، محدش يقدر يعيش العمر كله في بيت ما فيهوش لا سقف ولا حمام ولا مطبخ ولا أي حاجة طول العمر ده. بقى لها زمن ما دقتش طعم الفرحة في حياتها، كل ركن في بيتها لو اتكلم هيحكي عن غلب وحزن ووجع، برغم ان هي ممكن تكون بتضحك ساعات، بس لا، الوجع مالي ضحكتها. عندنا فاصل ومكملين. بر وفرحة، فرحة وبر، بر وفرحة، فرحة وبر. نفسي في حاجه نظيفه، نفسي في حاجه يعني بيت نظيف كده، ساعه ما اقعد وانام انام وانا مرتاحه، بس انا بالنسبه لي انا الراحه بعيد قوي، تعبانه قوي صراحه مع جوزي، بشتغل والحمد لله عايشين عشان خاطر عيالنا. طيب بشتغل معاه في فلاحه عادي، في الغيط، في الفلاحه عادي، من التعب بس من الشغل، من مفيش عشاء حلوه، مفيش، بس برجع اقول الحمد لله راضيه،
بشتغل وبتعب ومع جوزي وعشان خاطر عيالي ولازم اعمل كده عشان خاطر ولادي. لازم اعمل كده واشتغل واتعب عشان خاطر ولادي. بقوم من 6 الصبح لبعد المغرب ب50 جنيه وبنشتغل والحمد لله. نفسي ارتاح، نفسي احس ان انا عايشه، بس نفسي الاقيهم كبار كده وبني لهم بيوت حلوه وعايشين حلوين ولابسين حلوين يعني استثمر فيهم واحس انهم عايشين بيوت حلوه مرتاحين مش اقل من الناس اللي تبقى جنبهم. بيجي بيقول لي يا امي انا عايز بيت زي بيت عم فلان، يا امي انا بحس ببيتي عايز بيت نظيف، عايز حاجه نظيفه. بقول يا ابني الحمد لله احنا عشتنا حلوه والحمد لله رب العالمين، ان شاء الله لما تكبر تعمل بيت حلو. انا بنام انا وجوزي هنا وهم بيناموا هنا على الارض. والله والله الحمد لله راضيين باللي عطينا ربنا، الحمد لله رب العالمين الحمد لله. طيب اللي بيناموا هنا فممكن نمشوا عند جامعتي انا يناموا عندهم واحنا ننام واحنا على السرير. سعودات بتقول الشتاء زي الصيف، الأيام كلها شبه بعض. من كتر الألم هم مش حاسين ولا قادرين يحسوا بفرق. هي نفس المعاناة ونفس الظروف الصعبة، برد زي حر، ظل زي شمس. أكيد سعودات نفسها هي بتتمنى تفرح، هي بتحلم وبتدعي ربنا إنها تتستر، نفسها ما يجيش بكره وهي مرعوبه وخايفه على عيالها. احنا كمان مش هنسيبها، احنا مش قاعدين هنا عشان الست دي تتساب. هدفنا اننا نبدل الخوف لفرح، هدفنا اننا نحسن الحاله. الشده بتبين معادن الناس، وسعودات معدنها اصيل وطيب، وسط كل اللي هي فيه وقفت جنب جوزها وكانت زيها زيه وايديها بايده، حتى لو كل اللي كان بيطلع لها في اليوم 50 جنيه، بس هي حاجة بسيطة تسند جوع العيال. مش مهم هي تاكل ولا مهم هي تنام، إنما ما جاتش زي أي واحدة ممكن تقول مش قادرة وترمي وراها وتجري، ولا واحد يهرب ويسيب عياله وأهله في الظروف دي. لا، الحقيقة هي وقفت بكسرتها وألمها بتحارب، لأن الاحتياج والعوز دول عاملين زي العدو، بس بتحاربهم بكلمات الرضا والحمد لله اللي دايما على لسانها واللي مخليينها عايشة لحد دلوقتي. مع كل ظروفها الصعبة هي عايشة وبتحمد ربنا. حلمها وأملها في فرحة حقيقية تتحقق لعيالها مش ليها هي، نفسها توفر لهم نومة مريحة، أكلة نظيفة، اللي كل أم بتبقى شايفة إن ولادها بس يستحقوا كده وعيالها ما يستحقوش الغلب ده. بري وفرحة فرحة وبري، برضو بنفسي والله نفسي الشتاء زي الشتاء زي الصيف. بنبقى خايفين من قطرة تنزل علينا، بابا غطي فيهم هم، بحس بهم هم نغطيهم هم، لكن انا مش مهم اتغطى عادي. اهم شيء عندي اولادي، اهم شيء عندي عيالي. فالحمد لله يعني راضيه والحمد لله وعايشين ونقول الحمد لله رب العالمين. يعني بغطيهم هم مثلا جوه ساعه بغطيهم هم، احنا مثلا تبع لنا بطانيه خفيفه عادي، يعني اهم شيء يدفى هم، اهم شيء عيالي. مش عايزاهم يعيشوا عيشتنا، عايزاهم يطلعوا مرتاحين، عايزاهم يبقوا مبسوطين، عايزه احس ابني ساعه ما باجي من بره يبقى مبسوط، يبقى يخش البيت مبسوط، يحس انه عايش، يحس انه قاعد في حاجه حلوه، يحس. ايوه اهم شيء عيالي، اهم شيء يبقى هم ما يعيشوش عيشتنا، يبقوا مرتاحين. بس بقول يا رب ارزقنا بولاد الحلال اللي يساعدونا وعيالهم يبقوا زينا ويعيشوا عيشه مرتاحه. نفسي الستر صح، نفسي في حاجه حلوه، حاجه نظيفه، احس كده بدل من اي ملء الوغش فوقي، احس اني ساعه ما ارفع كده الاسقف نظيف فوقي، ما بقاش قادر انام صراحه. ببقى حاسه اني يعني ببقى يعني الناس بتطفي النور وتنام مرتاحه، انا ببقى ما بقدرش انام، ببقى عينيا بس كده خايفه من الوغش ينزل على ابني، خايفه من عيله حاجه تنزل علينا.
والله ينزل مثلا حاجه وغش ينزل علينا يجيبوا حد يمسكوه ويقتلوه، احنا يعني اللي بيقدر عليها ربنا بتعمله. ببقى خايفه قوي في الشتاء، بنبقى قاعدين عادي هنعمل قطايه والله ما بنمشي في مكان. يعني اخويا بيبقى زعلان تعالي مثلا عندنا او كده اقول لهم مش همشي من بيتي، لكن في بيتي ببقى مرتاحه. بيتي انا نفسيتي مرتاحه، لو حتى النطر نزلت عليا ببرد ببقى مرتاحه، ببقى نفسيتي مرتاحه. ما معناش مقدر نجيب ثلاجه وغساله صراحه، فرادين ما انت شايفه وعشيتنا الحمد لله. الرساله الاخيره، سعودات نفسها في الستر ونفسها تشوف عيالها مستورين وعايشين حياه ادميه وكريمه، نفسها لما تنام تحس بامان وما تمسكش بعصايه تجري بيها ورا الفيران والقرف اللي بيدخل عليهم. سعودات اللي هيرضيها وهيفرحها وهتخليها تزرغط حاجه غير مكلفه خالص ومش هتكلفنا اي حاجه. هي تستحق تعيش عيشه طليق آدمية طليق بيها بعد سنين الغلب اللي شافتها، صبرت كتير وبعد الصبر أكيد بإذن الله الفرج هيجي. أشوفكم بإذن الله على خير في بر جديد وفرحة أكيد. منك ليك اللي هتعمله راجع علي، وزرع فرحة في كل مكان، دور ازاي ترسم